الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بنه وفني جرة سقنتا شرحي شرح أربعين نواوي وكان حيكا كتاب أربعين النووي باي اي الرفايا دمتنجد يا دك أبا واني دمتني كان نلالف مالي في ونن نوغر تريبا إرفاية دم تجيشو كان يادك أبوف تو كفا معنى كفا سنتهين ولو معنى وان حديث زنك أجل شررت وان أكام هاسا ولو معنى كينا كدوري صحابة إرى تابعي توتا إرى أي ما إرى جيشو والين هاسا هنا أما اللي حديث لكم مال تنوك أجل غرام نوك أجل جيشو والين هاسا هنا أما اللي حديث دقدمي سدفات آم آه أرأي تسيني والين هاسا هنا مالي تنوك أجل جلي معنى إسالي ترجان حديث لكم قبل اللي حكمي ولي نهارها الدربه حديث قراني وليتدي عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغضو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبكها. حديث نكون حديث جدا تقهده النادي. وأصل من أصول فضائل الأعمال درجة درجة جاري كستة درجة فضائل كبجما يوكان جرتني وان فضيلة كبدو يعني سواب جردة كبدو كيستي نو إفجلشة درجة إسين كبدو في وان إسنتاتي. رسول عليه الصلاة والسلام معنا هدو كيسا كابو هدو حديثة كانت كيهاتي دبت الرسول عليه الصلاة والسلام وان قلبين نما اتزق جتو قوائد غوتو تهي هندي غوتو تهي تقوتو الله عليه الصلاة والسلام كالك يدبت وان اكا ذكري اكا قرآن اتي نما كاسي صلاة اتي اكو مسان صدق اتي اكو مسان عبس اتي وان عليه الصلاة والسلام كاسي دورت ما جهي الطهور شطر الإيمان طهارتون دلي إرّا مع سيائر يو يوكاني وضوء ما شطر الإيمان ولك إيمانتي طهركني لمت قدما إما طهارة حسية وإما طهارة قلبية تكاهو طهارة كيسو تكاهو طهارة قبالة طهارة كيسا قلبي إسا ما يرى قل وان قَلْبِ إسا شركي إرّا رياء إرّا سمع إرّا قل قل لَيْسُ تكاهو ظاهر ما معسيا دادا دا إرّا قل قل ليسو أكو مسألة بشان اللي الطهور شطر الإيمان أول لنا محمد عليه الصلاة والسلام دام سكنا اتئيق لين دا مالف تحارا ولكا إيمانا جنان لأن الطهارة شطر الصلاة ولكا صلاة دي. ومفتاهم من مفاتيه أبواب الجنان بنتو بل بل ويقصد به الفعل الشرعي الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث ولا تصح الصلاة إلا به كي وان فكتا نجس أفر اوفو. سلانك إسام لي فيه أما اللي أفتك قل قام بوتا قلبي كنين كان اللي رواية بروك ستي حديثة كانت أكنجت الوضوء شطر الإيمان وضوءني ولك إيمانتي وضوءني ولك إيمانتي طهوركني بشان كل كل هذا سرى أك وضوء أك جنابات كتورا لأنه صلاة في شطر وانت صلاة فوان في فيان اسم ملهن أك ولك إستي ولا يلزم في الشطر أي يكون نصفا شطرين كوني نصف في ولك هنج ولك شطرين يعني قودة سرعته هي كان في حديث بروك محمد عليه الصلاة والسلام أكيد أن وضوء كان درجات إساد ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء نمن تقصير رانتان وضعته وضوء إساك جوته ثم يقول إيه جسي أشهد أن لا إله إلا الله حقاً قبرنا الرب مليه الجر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد إرقى إساته قرب إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية بل بلت جنة سدت تنمنسي صحبنا المتوالي يدخل من أيها شاء تفئسينا إذن رغني إيمانا لمتكو دم تكاك ملأتو تكاهو كالوكاتو طهارا ظاهرا كوني غسا اگر تني تن كا قامري وضوء كوني غسا اسا كمل اتو الراي توحين نمو غسا اسا قلبي كيس قل قل لزن غسا كيسا الراي فمن طهر باطنه بالتوحيد نمني كيسو اسا توحيدا قل قل وظاهره بالماء قبا كان مو بشان قل فقد استفتح باب الجنة بل بلت جنة اكا بنام تبر بعد جراء ولا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون جنة ربي ورّا غقّاري غقّاري قل كل قلوت سمّره سينو أكو ربّ كينه جي وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ورّا جنة دي جمعا ورّا ربي صداتي. حتى إذا جاءوها يؤسي برد فتحت فتيهات أبوابها حال بنم تجر بل توم إسالي وقال لهم إسان نجر أخزنتها أيد بلج بلبل سلام عليكم نجيس إرهاجراتو طيبتم طلتني دنيتي آخرتي غاري تاتني فادخلوها خالدين حال إدمي كتا أوتاتني سينجان حدفني حديثني رسول عليه الصلاة والسلام إيقا طهارا دبتي وان طهارا فايدا إسين قبدو بدنياته طهارة

ادو في سماوات في دَشِّي غوتني سماوات فِي دَشِّي دون برا ابا شان ديمسزا معنى تملا الميزان اتشون اي ميزان الحامد لله فارو نمتش ربي فارسوسا غوتي وقد قيل انه ضرب مثل كوني ضرب مثل فكنت تاي سودا معنى ماين لو كان الحمد جسما

قول لما كابا كوبي كمتي دلجان يو ارادة تاتلي ونوفيتي يو هم زنمتي كنا يشعلو معني هل السنة الرجل الرأي يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال يو هسام نيجيفمي دلجان دوبن في الزنمج المالف لأن الوزن للجزاء وزن جدي ومزن <rezanç> سن ويعني ساجلات تقول شوفي إسح صندوق سندروح حسابه جيسني إيجا سيم مزرا ملء في. فيه فينبغي أن يكون بعد المحاسبة إيجا حسابه تي وزن تفاجئ فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاده حسابني درا أه نمنا قرتني في فيه تقرير عمل عمل إسح سوفي وزني الموت مقدار إسامي كا لكن إسامي كا يشون لسوفي كنافذو بانتجلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله والحمد لله جرل اتشو سبحانه يتشون قل قل كيتي وان كل نقصي الرعا وانما ايبس الرا يا ربي الحمد لله جتشون همو هم اسا وصفو دا كل وان قوتو تهيدي والتسبيح والتكبير من السماء والأرض سماواتف دا تشي قوت جاء رواية بروكات رواية ترمزي كهتمو التسبيح نصف الميزان نصف ميزانة والحمد لله يملأه الحمد لله ميزانا ولك سنقوتا ولا إله إلا الله ليس لها دون الله هجاب لا إله إلا الله هجاب رب جو حتى تصل إليه حنق اقر إساء رسول عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان لما جالتمت رقال خفيفتان في اللسان الربا الرتم <المو> على اللسان الرب الرتم موضو <المو تطوشينا> تقيلة تاني في الميزان ميزانك هتُمُّ مؤكمل قل فينا قبدي سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اكن <يتشوي> سبحان الله متلبسا بحمده يا ربي قل <كل> قل <كل> لني كيتي يعني فارو كيتي وجل <والجين> سبحان الله العظيم قل <كلا> كل لني <تحي> ربي <تحي> قدك تهيتي سببان إيشين جدتو تعرف مال فيه وربين كل كل لنا وان إسأير إسرى وان إسأهم ملر رأيب الرأي وأفكي ساك أبو دوف كناهو آه وان نكوني آه ربنا آه وان جدة ذكر إسأوان جل توف إسم مرطه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربعة جت أفر مرطة أتج الرسول عليه السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واتقوا الله سبحان الله لمن الحمد لله تدفن لا إله إلا الله أربف الله أكبر أفرف الله أكبريا فمن قال سبحان الله نمني، سبحان الله كتبت له إشرون حسنا دقدمة إسحبري فمجن حسنا دقدمني وهبط عنه إشرونة سيئة حمين دقدمة الربواء ومن قال الله أكبر مثل ذلك دقدمني برفي دقدمني ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك دقدمني برفي ومن قال الحمد لله مثل ذلك دي ومن قال الحمد لله رب العالمين من كذا نفس كتبت له ثلاثون حسنة سد سدمت سد هات وخطت عنه ثلاثون سيئة همينة دي رب سدمت سد الرب أجاني ورا آه الرب ربنا هاتايسو أفور فاصل ثم نواصل إن شاء الله الحمد لله ولتدي بنجرة حديث ابي مالك الاشعرى حارث الاشعرى ساق إن شاء دي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكجا والحمد لله تملا الميزان ميزان غوتي الحمد لله مالك أجل تكون دليل على ان كلمه الحمد لله تملا الميزان الحمد لله ميزان غت مال لعظم فضلها درجان سي قداته. ووفرة معناها معنى إسي قدات بل ودلالتها على ثناء العبد على الله بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى وان أجل مال الرت ربي ربين فارفتو الرت مقائسا جالتما قد قاريت سنين سفا إسا قدو كتادل دلق ربي بريدو تاتي سنين قل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فارنك ربي إلما قلتيني كمو موتما نمني تقوه شريك نموتما إسا كيات كنجر ولم يكن له ولي نمني ساتم كان قبن ربي مالف من الظل دكين وهيك أباتي إسا قدسا قدسا, قدسا كنافو الحمد لله كلمة جليلة كلمة جبدو دا, دا لا يوفق لها في أشد الأهوال إلا من تألها قلبه لله نما قلبي إساء رب قبر ما إساء قباتي إساء قفا بيك مملي نمني سيرتي وفق أبو قدي حال جبان نمت رفتي الحمد لله أنت نمت جبات نما قرتني فارو ربي فارسو نما قرتني شاهد جميل آلائه وحسن عاداته بعباده قبر ما يعني أنا قرتني أكرر بتولى التؤول ما إسا كنا كقلب كا إسا تنبيك ما فارو ربي قال فتوه ونعم إسا يرد كنا هو ابن القيم رحمة الله أكجرو فالحمد إخبار أن محاسن المحمود فارون ربي أجرتني تنموت أديه

gide nama gor barbaadan gide ilma dhaban gide wa nama tokko nama balan tuite tokko argan alhamdulillah alladhi bihi jani gide wa jibban argan kulli kana kaysatti alhamdulillah je churrat shari'an nu agar tani tin kafte kana fuyu gide hunda isa heddu meeso barbaachi saadam akuma sar rasul alayhi salatu wassalam akijan مالف إفاتها تجنن لأنها تمنع المعاصي حمين الرانا من أورجتي فحشاء الرانا من أورجتي منكر الرانا كراك أجل لماتي نمك أيجتي أكم كما أن النور يستضاء به أكم إفان إساف إفمو والصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة سلان اللي الدنيا في قبر التلة وياك إيام لي إفاتها فيه صراط إفانا ما تاتي أكم ربين كينا سبحانه وتعالى جيرو يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين قياما قيامة من توت أرغتوج مؤمن تت يسعى نورهم نديما إفان إساني بين أيديهم وبأيمانهم مرقا فندر إساني في مرقا إساني اللي إفما ديما إسان إفما ما كيسا ديما كوني سلان نور إما نور في <applause> القلب إذا قلبي كيستي تها تكاهو تكون نورا في وجهه نما سلاة كان إسات إساتو تلا وإما نور الحداية أجل ما رب إبسا تكاه نور يوم القيامة قيا قياما إفاتها كرهن دكوا سلاني كرهن دهوملا قلبي كهت اللي إفاتا فول اللي نما قجل لما لنا ما كنا أكما سنقيا قياما لإفانا ما كان أفو حديث برو كهت مال جن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث تقل لها من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة نمني الرتي تكفتي صلاة كان كانت له نورا إساف إفاتاتي وبرهاناً هجا لي ونجاة نجينا نجاها به اللي إساتاتي قيامة رسول الرسول عليه الصلاة والسلام أكو حديثة إمام أحمد في اه او دي سي حديث الطبراني كه تدي عباده بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اذا حافظ العبد على صلاته گربچ تو کو صلات اسا فاقام وضوءها وركوعها وسجودها يو وضوء اسا کرے اچے گدے رکوع اسلے رگتا بتے سجود لے گدے جر أبي والقراءه فيها كهت قراءه له قالت له حفيذك الله كما حفظتني أكماتنا أي دي رب سيهاتيس أكوات رتيفة دي رب سيهاتيس جدت الدعاء كارتي وصعد بها إلى السماء وصعد بها إلى السماء قرى سماء سيئ الكرم سيئ الأماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله حال إسيف إفان جرتون حنق رب برقيت فتشفع لساه بها ورى نما إسي سلاة في شفاءات أبتت من قدومات أبتت جلن هديف اللي هاته اللي وانته كنافق أجي درجمان كن سوامني سلان كان أرجتون إفاتهم كوني ورسالات أك ربي إتي إيمارين رسول عليه الصلاة والسلام صلاة جري صلوا كما رأيتموني أصلي أك سنتك صلاة كاغرتني صلاة نسائر أنقبني كهذا دين شيطانا كيس نجري كسواب قوتو ولما ذكر النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم محمد صلاة دبتي دب جنان سلاني عبادة بدنية عبادة بدنية كاك دلجني ذكر الصدقة صدقة أن سيد بات عليه الصلاة والسلام وهي عبادة مالية ملك عبادة ملك آوان تاتفي يسّين قلبي وفيتي تفي، ورو اساتف روحي اسات اللي فتون الرا يوكان مال الرا علم نما اسان قل قل عبادة صدقة كل وهي عبادة نفعها متعدّ إلى غير عبادة نفع اسي فإذا اسينا بروت دبرتو إذ بها تصد حاجة الفقير إسين حاجة ما هي يساج وفمتي نا وتشبع جوعته بلا بيل إساء إسان قبسة يتيم فأه أفقاب ملا أما اللي والتهنسا نما اگر تنيتين مجتمع جتشون وكان كان حواسا تقوت إساكيت أرقمي كان أفو مال والصدقة صدقاني هجاء آجل دليلا دليلة, دليلة إفاته مال الرتي أجل شا إفاق مال الرتي نمني كن إيمان وإنما سميت صدقة صدقة لأنها تدل على صدق مصدقها نما اگر تني صدقة سوني لغم إيمانك آباجت چوكنا ليش منافقني يمتنع منها لكونها لا يعتقدها منافقني اسيكن الراهي تورغتا اتن كنتو اكو ربن كنا إيه؟ ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون يو جبا ملي صلاه تفن هاجر چيبو مل ملي اكو مسزك لي صدق لي هم باسن حال جبو تهني ملي منافق سي منافقات كنا فربن صدقه صدقته كنرتي اجري من دا اتغدي نما هدوكا كاس الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورك ربي كد دُنْيَا اساني كنت كسندوبا وان كنن كان دوبان هردوفاني نو كان سيني غوني كان سيني غوني مي جي هي اس ازا هين غورين تاغرتني ارت هيمتين اساني ربي برتي ولا خوف علي هم يحزنون

أدون ديا أجن أمتي نور أنج أمتي ضياء نكون كجباق ما في جباق جنان جنان لأنه أبسكوني مشكاة رت أبصون طاع ربي ترت أبصون كل أسماء نفسين دت أبدى جبتة جتو نمتي أبصق كنا تابته كنا فيو أبسي أكمالته أك إبدا أك إبدا إيفا إبدا كنا تهي كنا فكرتني تين ديا جين أبسي أغرتني طبعا كم الله عليه الصلاة والسلام جري وما أطيع أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر دلقة كنا أغرتني أبسي أرجع له تكون كنا مجرد أبسي أكمل فايدة قدك أبا جزان إسا جنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كوني بيك بعد وقال صلى الله عليه وسلم أيضا والقرآن هجة لك أو عليك قرآن تك هجة سربا سي تكاهو سيف بها يتشوم معنى ماين يو اتدلي دي هجا سيبا يو اوكيمو هجا سربا قراني هجا مؤمن توطف رجا مؤمن توطف ورا آه كافرات مو رجا رتبها آه كنافو عبد الله بن عباس آه مال جرا آه عبد الله بن مسعود من جعل القران امامه كاد الى الجنه نمني قران فندرا قول الجنه تساركز ومن جعل خلفه دا دا خلف ظهره كاد الى النار نمني دوب دوب ايسا قول امو دوب ايسا امو غريب دايس هاركي ساجد <تصفح> كنافو رسول الله عليه الصلاة والسلام أكيد إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين كتاب كان الرب أمة تقوى مؤمن توت الفورة ويضع بها آخرين ورأيت أمان قد إسام بوساجر كنافو قرآني اتدلينان هجا سيبا يؤتن دلقين مو في ديجا ثم قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو كل المنامات نبريئا نبري صفتا آه. نبري هندي ما يتشورا هندلقا هندلقا فضائئ نفسه فمنهم من يبيع نفسه لله انما ربي في نفسه اسا غرغرجرا فمعطيقها اسي غرغرو سنين ابدرا اسي بتا ومنهم من يبيعها للشيطان نمني قرين الشيطان في سي غرغره فمو او مو بيقها اسي هلاكا كنافور ربك كن انك جلي قد من زكاها

ها <سؤال> إيش سكورور يبدأ <سؤال> جهنم سيسو كان الله ما يراد أول <سؤال> قيام تقولني أمني وأنت دلوقتي كوني ربي ورك راج النتا <سؤال> ديم قنا ما قدي به إيش عاريت خير دلوقتي به خير ما دلوقتي كأول رب نهاتايسو حمينا رب نهات أول شأن سكن تاكي نكار الله سترا وطلا سكن تابرو إن شاء الله ويدي برا والجنة خير كيس هذا وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته